بصوا شباب، تعالوا نتكلم كده معاكم سنهارة بتاع، هنتكلم شوية على البريزم ونتكلم شوية على الحاجات اللي ممكن يكون فيها صعوبة عندكم. انتوا عارفين طبعا ان ساين فاي كريتيكال هي ايكوال ال1 اوفر الان، الكلام ده بشرط ان يكون جاي من الميديم لمين؟ للاير. فبالتالي هو جايب لنا كده هنا مسألة، حاطط لنا هنا لايت بالب فيكسد اون بار، البار ده بيقول لي 3 متر، ويقول لي كمان فروم ذا بار او فروم ذا لايت بالب ده في عندنا هنا بيسين، البيسين ده كده بيبعد عنه قد ايه؟ قال لي 4 متر. وبعد كده جايب لي هنا ايه؟ الدبس عندنا اولاد بتاعت البيسين ده 2 متر. هو عايز يجيب الدارك ديستانس ات ذا بوتوم اوف ذا بول، وبيديني الان بتاعت الووتر ايكوال 1.3 هو كمان الثاني الان بتاعت الووتر. طب هو عايز ايه هنا؟ هو في المساله دي عايز يجيب الدارك ديستانس ات ذا بوتوم اوف ذا بول، المسافه الضلمه اللي جوه حمام السباحه ده. طب احنا هنعمل ايه هنا؟ اللايت لما بيجي من اللامب هنا بيبقى جاي دايفيرج، بالتالي يجي كده وبيحصل له طبعا دخل على الووتر هنا، فيحصل له بالشكل ده ريفراكت، هيجي كده وهيقرب نير تو ذا ميديوم. لو تخيلنا هنا برضو دخل هنا كمان كده برضو يحصل له ريفراكت، ولو جه هنا كمان كده عشان هي بتعمل دايفيرج يحصل ريفراكت. يبقى المنطقه دي كلها هيكون فيها لايت. ايه المنطقه الوحيده اللي ما فيهاش لايت؟ الجزء ده اللي عاملينه باللون الاحمر ده، الجزء ده هيبقى ما فيهوش لايت. فهو ده الدارك ديستانس اللي هي الاكس هنفرضها اللي احنا عايزين نجيبها قد ايه. فهو بالتالي هيلعب في القصه دي. احنا عندنا طبعا لو احنا بصينا هنلاقي هنا في علامه زد، بصوا كده معايا باللون الاحمر اللي انا عاملها لكم اهي اهي، يبقى الانجل دي ايكوال الانجل دي. فبالتالي دي هتكون هي الفاي، ودي لو حبينا نجيب ساين الفاي هنعمل كده ساين الفاي هيبقى ايكوال عندنا الانجل اهي، ما دي هي دي هتاخد الاوبوزيت على الادجسنت، فبالتالي هيبقى عندي 4 ديفايد كام؟ احنا عندنا الساين، لا الساين عندنا هيبقى الاوبوزيت ديفايد الهايبوتنس، يبقى ده هنجيبه الاول الفاي. فاحنا شغالين بالساين مش التاني، يبقى هنشتغل ده الاول هنا عندنا هيبقى عندي 4 اوفر كام؟ يبقى عندنا الانجل 4 اوفر 5. كده انا جبت الساين بتاعت الانجل دي اللي هنا تقريبا اللي هو 0.8. كده يبقى احنا جبنا مين؟ ساين الفاي. هنبدا نشتغل بقى على مين؟ على ترانجل الجميل الصغير ده. شايفينه ده؟ ترانجل الصغنطط ده كده. نبدا نشتغل عليه شويه. عايزين نجيب الانجل دي اللي هي هنا سيتا. فهنبدا نشتغل بقانون سناب. احنا عندنا هنا داخلين من فين لفين؟ من الاير رايحين على مين؟ على الووتر. فبنقول ان اير ووتر يبقى ايكوال ان ووتر ان اير ايكوال نعمل كده ساين فاي على ساين سيتا. تعالوا ان ووتر هو جابها لي 1.3 ان اير 1 ادي هنا ايكوال، نشتغل هنا كده هنلاقي ساين الفاي جايبينها فوق 0.8 وساين السيتا تحت ادي ساين السيتا. كده هنعمل كروس مالتيبليكيشن، احنا عايزين نجيب السيتا يبقى نقدر نضرب ده على ده، يبقى هو ساين الايه السيتا هتبقى اكس يا اولاد، هناخد مين على مين؟ ال 0.1 0.8 سوري نضربها في ال 1 على 1.3. من هنا هنعمل شيفت ساين بالرقم ده هتطلع لي هنا السيتا تقريبا السيتا بتبقى 2.6 وشويه، يبقى كده طلعت انا مين؟ السيتا. طالما طلعت السيتا هنبدا نشتغل. بصوا بقى هنعمل حركه ظريفه، طالما جبنا السيتا هندخل على الترينجل الصغير اللي تحت، فبالتالي نشتغل بقى عن تاني السيتا. هلاقي هنا تاني السيتا تحت هتساوي الايه؟ الاوبوزيت على زي ما اتفقنا الادجسنت، يبقى اقول له هنا تان السيتا هتبقى ايكوال، اروح واخد الاوبوزيت اللي هو الاكس على عندي مين؟ على 2. طيب انا عايز اجيب الاكس، خلاص كده هعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى اصبحت الاكس عندي هنا هتبقى ايكوال، هروح واخد تاني السيتا واعملها تايم كده تطلع اللي عندي اللي انا عايز اجيبها هتكون بالشكل ده.
يبقى عندي هنا equal 10 الثيتا اللي جبتها 26 وهعملها كام؟ تايمز 2 هتطلع الاكس بالمتر. وكده يبقى قدرنا نجيب الايه؟ الاكس في المساله الجميله دي. دي كده نمبر 1 لو عايز يقدر يجيب الايه؟ الدارك ديستنس از بوتوم اوف ذا فول. الفكره في المساله دي ان انت تاخد بالك من الرسمه او ترسمها صح. هي كل الحكايه ان انا اشتغلت على اثنين تراينجل، التراينجل الكبير والتراينجل الصغير ده. فبالتالي انا انتبهت مني هنا ان انا باخد الفاي اللي عندنا اللي هي هنا علامه الزد باينه جدا اللي هي دي ايكوال دي. فبالتالي قلت له ساين الفاي اللي موجود عندي هتعتبر هنا الاوبز على الهايبوتنس. فانا جبت الهايبوتنس طبعا سهل جدا وجبته بكل سهوله اللي هو عباره عن مين؟ عندنا هنا ايه؟ ده الايه؟ الاوبزيت والادجسنت. فهجيب ده بالايه؟ بسكوير روت. لو قالوا جت ازاي يعني؟ سهل. لو عملنا كده هنطلع لكم ده ازاي؟ ال 5 يعني هي روت هتعمل هنا 3 باور 2 بلس 4 باور 2 هتطلع دي فاتنس. فده الهايبوتنس جبناه اللي هو ده. وبعد كده بدات اشتغل على الترينجل اللي ايه؟ اللي ده. دي كده ايه؟ مساله على الجزء ده. تعالوا نشوف نمبر 2 مع بعض كده. تعالوا نشوف واحده يكون فيها بقى ايه؟ تريس. هنا بيجي لي ويقول لي ايه مساله تريس، وخلي بالكم منها عشان هي بتبقى ايه؟ بتبقى مسائل مهمه وهو بيحب يجيبها جدا. وممكن يجيبها لكم في الامتحان ويقول لكم انت اعمل تريس وانت اللي كمل. ما فيهاش مشاكل، انت بتعمل تريس يعني بتعمل خطوط عندك في الايه؟ في الامتحان، فهي مش صعبه بالنسبه لك. فهو جايب لي ترينجل كده زي ما انتم شايفين، وعامل لي هنا رايت انجل يا اولاد، وكاتب هنا عندي ايه؟ مدخل اللايت راي جاي كده فول بربنديكولر شكل جميل ده، وكاتب ان الانجل دي 30، وجايب لي ان الان هنا 1.5، وعايز مني اعمل تريس لللايت راي. كلمه تريس يعني انا هشوف اللايت راي هيمشي ازاي. كلمه تريس يعني فولو. كلمه تريس للناس اللي بقى مش واخده بالها هي تاني فولو، انت بتتتبع مسار الضوء هيمشي ازاي. فبالتالي اول حاجه تعملوها في التريس، اول حاجه خالص اول ما تلاقي كلمه تريس تبدا تجيب الكريتيكال انجل. اول حاجه هتعملها هتقول له ساين فاي كريتيكال هتساوي 1 على انجل وهتشتغل. فبالتالي عندك هنا ايكوال اهي، هتعمل 1 على 1.5 هتعمل شيفت ساين لده، وبالتالي هتطلع لك الفاي كريتيكال هتساوي هتلاقي على الكالكوليتر عندك 41.48. الناس اللي معاها الكالكوليتر بتاعها هتلاقيها طالعه لي بالشكل ده. ولو في ناس معايا بتحل معايا يبقى افضل، لو ماسك ورقه وقلم وتعمل معايا او ترسم معايا هيكون افضل لك بكتير. وهنمشيها واحده واحده كده، وانا هخليها بلون تاني. يعني هنخليها ايه؟ الرسمه هنا جوه اللايت ري داخل نورمال اهو يا اولاد. طالما داخل نورمال هيمشي على طول في ستريت لاين. يعني هنا هنخليه كده عشان تبقى واضحه شويه بالنسبه لكم اهي. بصوا لي كده هنخليها ايه؟ ادي ريد برضو. هو كده داخل نورمال اهو. هيبدا يقول لي ايه؟ انت بقى هتعمل ايه؟ طالما هو داخل نورمال يبقى كده الانجل ستريت لاين وصلت لهنا، وتعمل الارو بتاعك او مش كده، وتيجي تعمل النورمال واعمل لكم النورمال بلون تاني اهو. ادي النورمال على الساين اهو، عملت النورمال كده. نبدا يا ولاد نحدد الانجل بتاعتنا. هي الانجل فين؟ الانجل عندي بين الري نفسه اللي هو داخل الازرق ده والنورمال، يبقى الانجل اهي. احنا عايزين نشوف دي كام. فبالتالي هنعمل ايه؟ هنمسك الشكل الجميل ده اللي هو الترينجل الكبير. انا عندي دي 90 تبقى دي 30 تبقى دي 60. دي 60 الصغنطوطه دي طبعا باينه جدا انها نورمال، يبقى دي اصبحت 30. دي 30 تبقى دي 60. نبدا بقى نعمل ايه؟ نقارن الزاويه دي بالكريتيكال انجل اللي انت جبتها. نبص عليها هنا 41 وهنا 60. الانجل اللي عندك الفاي اكبر ولا اصغر من الكريتيكال؟ لو الفاي لقيتها اكبر من الكريتيكال، لو الفاي لقيتها اكبر من الكريتيكال هيحصل ريفلكت. طب افرض الفاي كانت اصغر هيحصل ريفراكت. طب هنا دلوقتي دي 60 وهنا عندي 41 هيحصل ريفلكت ولا ريفراكت؟ طبعا هيحصل ريفلكت، الانجل اكبر هي كده. بحيث ظبطها بحيث الانجل دي يكون 60 برضه، يبقى يكون عندك سنس كده ايه دماغك شغاله، لان دي برضه هتساوي اللي هناك دي عشان عمل ريفلكت. او بعدين
اول ما تيجي على اي سايد تعمل النورمال. احنا اتفقنا انتوا عاملين النورمال مع بعض اهو بقى. خليه جرين اهو. اهو. نشوف الانجل بتاعتها فين. تعالوا نشوف الانجل فين بالظبط. هنلاقي هنا الري بتاعنا اهو. وادي النورمال. الانجل ايه؟ فاحنا عايزين نشوف الانجل دي كام ونقارنها تاني بالكريتيكال. يعني الكريتيكال يا اولاد عشان حد يجي يسالني هي فين الكريتيكال على الرسمه يا مستر؟ الكريتيكال يا حبيبي مش على الرسمه. الكريتيكال يا ضنايا مش على الرسمه. بنقول تاني مره وثالث مره. كريتيكال انت بتقارن بيها بس عشان تعرف انت هتمشي ازاي جوه البريزم. هو تريس يعني انت بتمشي جوه البريزم ازاي مش انت يعني اللايت. فبالتالي احنا هنشوف هنا الانجل دي بكام. قال لي مثلا خلصانه اللي اقدر اجيبها سهله جدا دي 60 دي 30 على طول دي 90 دي كام؟ 60 ماشي واحده واحده اهو ولا زد ولا حاجه. هي طبعا هتكون كام دي؟ دي 30. عايزها الناحيه الثانيه علامه الزد باينه اهي اهي. لو عايزها دي 30 تبقى دي 30 على طول سواء كده او كده براحتك. المهم ان انا طلعتها 30 طلعت 30 هبدا اعمل كومبير اقارنها بالزاويه اللي عندي. الزاويه اللي عندي هنا الكريتيكال كام؟ قال لي 41 وهنا كام؟ 30. خلاص يبقى معناها للزان الكريتيكال انجل. طالما للزان هيحصل لها ايه؟ ريفراكت. هيحصل ريفراكت ريفراكشن يعني انكسار. يبقى هيخرج من النقطه دي. يبقى خلاص اللايت ري كده مستعد على الخروج. هيخرج ازاي بقى؟ هيقرب من نورمال ولا يبعد عن نورمال؟ يبقى هنا ايه؟ هو جاي من اللو ولا من الهاي؟ قال لي لا هو جاي من الهاي في الميديم للو فهيبعد عن نورمال. بعد اهو خرج الحمد لله بامان وسلام. طب هو عايز ايه من لينس انجل؟ يعني هو عايز يجيب زاويه الخروج يا اولاد. احنا هنسميها سيتا 2. طبعا انتوا عارفين كويس احنا بنسمي الامرجنس هي سيتا 2. طيب عايزين نجيب سيتا 2. قال يا مستر الموضوع رجع تاني بقى سهل جدا. فهنبدا نعمل حركه ظريفه خالص. ايه هي الحركه الظريفه اللي هنقدر نعملها؟ هنروح جايين وعاملين قانون سنيل ونطبق قانون سنيل للمره الثانيه. قال لي بس خلي بالك انت لما تيجي تطبق قانون سنيل انت هنا خارج. يبقى انت هتيجي من الجلاس للاير فتروح كاتب كده ان ده خارج يبقى جلاس اير هيبقى ايكوال ان اير على ان جلاس ايكوال جميل ساين فاي على ساين سيتا وتخلص على طول وتمشي عادي. في ناس تقعد تشارك ولا ما تشاركش. احنا نمشي القانون بتاعنا العادي ونشتغل. خلي بالك ان دول هنا 2 فدي 5 ودي 6 2 عشان ده خروج. ده الامرجنس هيبقى 2 وتشتغل شغلك العادي خالص تاني. فالان اير 1 الان جلاس احنا عندنا هنا 1.5 هروح كاتبين كده 1.5 الشاس الجميل ده نروح عاملين ده ونكتب هنا ساين ال 5 فين يا ولاد؟ انا عايز الجزء الخروج بس يعني ما تخافش المساله تخبي كل حاجه بيديك برجلك بالورقه باي حاجه. المهم انا عايز الجزء الاخير اللي هو الخروج بس. هنا هتبقى دي الفايل اللي احنا عندنا الفايل 2 اللي هو داخل بيها ودي السيتا 2 فبالتالي الفايل 2 هنا هتبقى ب 30 يبقى هنا سيركل وتحت هنا يا اولاد هيبقى ساين سيتا 2 وندي الكروس مالتيبليكيشن بتاعنا الجميل هيخلص المساله. انت عايز دي يبقى ده بتاعنا يبقى بالتالي اقول له انت عايز كده خلاص المسألة تنتهي. نروح عاملين كده هنا ساين سيتا 2 هتساوي فرق واحد الساين 30 وعاملها ساين 1.5 وبعد كده اعمل السيتا 2 اللي عندي واشوفها بكام. خلي بالك التريس من المسائل المهمة نأكد تاني على بعض المعلومات الهامة معايا. لو مسكنا المسألة الأول أنت عملت إيه؟ هقول لكم تاني من الأول بقى. أول حاجة بعملها في مسألة تريس بجيب الكريتيكال أنجل فده الكي المفتاح عندك هنا. أول حاجة هتعملها خالص اللي هي اللي أنا بروزتها هنا وبعد كده بتبدأ تقارن وتمشي إزاي؟ خلي بالك لو داخل نورمال لو داخل نورمال أعرف كويس إن هنا الأنجل سواء كانت الفاي أو السيتا بزيرو فبالتالي هنا هيكون فاي 1 هو داخل نورمال وسيتا 1 هيساوي صفر. فطالما فاي 1 وسيتا 1 بصفر بيمشي على طول ان ستريت لاين ويزاوت اني ريفراكشن. هو مش على طول من غير ما يحصل كده طلعت الانجل اللي هي الفاي لقيتها انها ايه؟ جريتر ذان الكريتيكال.
لو اكبر من كريتيكال بيحصل ايه زي ما اتفقنا؟ لو اكبر هيحصل انا سامع حد بيقول يبقى لو اكبر هيحصل ايه؟ قال لو اكبر هيحصل ريفلكت ولو اصغر هيحصل ريفراكت. واحنا في المساله دي طبقنا الاثنين على بعض. انت عملت الريفلكت وعملنا كمان ايه؟ الريفراكت وشفنا الري ممكن يخرج ازاي. دي كده مساله على البريزم. ممكن يجيب مساله ثانيه ويغير لي الايه؟ الام ونقدر نقسمها مع بعض ما فيهاش مشكله خالص. ده بالنسبه لمين؟ للتريس. ممكن اوريك مساله ثانيه برضه بس ب سايد تاني او نغير حاجه بسيطه. فممكن نعمل حاجه ثانيه على مساله ثانيه وهي مسائل الايه؟ البريزم بقى. بصوا ممكن ادخلكم فين؟ واحده كمان اللي هي نمبر 3. تعالوا نشوف احنا عندنا البريزم نفسه في هنكتب على جنب كده الالفا بتساوي ايه؟ والاي بتساوي ايه؟ طب احنا عارفينها الالفا هي عباره عن ايه يا اولاد؟ دايما مسائل البريزم ارسم البريزم رسم كروك صغير عشان تفهم. فبالتالي حضرتك بترسم البريزم كده هو رسمه مش معقده بتعمل كده نورمال هنا ونورمال هنا وتبدا توصل الري بتاعك مثلا عملت كذا لون اهو تاخد بالك. فانت لو جيت هنا هتلاقي الري داخل كده مثلا يبقى هنا هيحصل له ايه؟ دي كده تبقى الفاي 1 هيحصل له ريفراكت اول مره زي كده فدي هنسميها سيتا 1 وبعد كده هنا سقط على الكيس الثاني هنسميها فاي 2 هيبدا يخرج يا اولاد هنسميها هنا سيتا 2 اللي هيزود الخروج. امال فين الالفا؟ بنعمل اكستنشن للانسنت فاي واكستنشن للاميرجن فاي فالالفا هي الزاويه دي اللي هي فيها الري. احنا عندنا الالفا هنا ايكوال ايه؟ طبعا الانجل الصغيره دي خلي بالكم هي الانجل بتاعت البريزم اللي بنسميها الابكس انجل او ساعات يقول الريفراكتيف اندكس اللي موجود اوف بريزم يبقى هو بيتكلم ريفراكتيف اندكس تبقى الايه؟ الان لو جاب ريفراكتيف اندكس يبقى انا عندي الاي اللي هي الابكس انجل وعندنا هنقول الالفا هتساوي مين؟ الاثنين اللي بره ماينس مين؟ الاي يعني هي فاي 1 بلس سيتا 2 ماينس الاي ده يدينا مين؟ ده جاي يدينا الالفا. لو عايز الاي الاثنين اللي جوه اللي هي سيتا 1 بلس فاي 2 احنا هنلعب على الحته دي شويه. فبالتالي هنعمل ايه؟ هنقول ان احنا عندنا هنا جاب لي هو مساله على الجزء ده كده هنجيب احنا ايه؟ مساله صغنطوطه كده ونشوفها مع بعض. لو في راي عندي بيقول لي هنا فول ويز انجل 60 هو سقط بانجل كام؟ 60 يبقى هو مديني الفاي 1 يبقى الفاي 1 بكام؟ ب 6 اداني الفاي 1 وداني بيقول ان هو ايكوالاترال فرانج بريزم. كلمه ايكوالاترال يبقى معناها كمان الاي اللي موجوده عندي ب 60 فبالتالي هنعمل ايه هنا؟ قال لي مفيش مشاكل هنروح مطبقين القانون ونجيب سيتا 1. فقال لي سيتا 1 هنجيبها ازاي؟ هنقول له الان انت داخل يبقى نقول له ان اير بلس هنقول له اير بلس هيساوي ان اولاد بلس على ان هيساوي كده ايكوال ساين فاي ديفايد ساين سيتا انا داخل يبقى ده 1 يبقى الاثنين هيكون 1. هنبدا نعمل ايه؟ هنعوض القانون بتاعنا الجميل ده. يبقى انا عندي ان جلاس هنا هديك طبعا هو قال لي ان الان جلاس روت 3 يبقى انا عندي كمان الان جلاس موجود فكتبت ان جلاس روت 3 وديفايد 1 ايكوال نبدا هنا نعمل ساين احنا عندنا هنا الفاي 1 هو جابها قال انها بايه؟ ب 60 فبالتالي هنعمل ايه هنا؟ على ساين سيتا 1 هنعمل كروس ملتيبيكيشن يبقى هعمل ده بده على ده هتطلع مين؟ سيتا 1 يبقى اقول له هنا ساين سيتا 1 هتساوي ساين 60 اروح واخد ساين 60 ديفايدد كام؟ روت 3 هنطلع من هنا مين؟ السيتا 1 اللي موجوده عندي اللي انا طلعتها. فلو حد معاه كالكوليتر وبيعملها كده هيحسبها هيطلع لنا سيتا 1 سي مثلا طلعت هنا ايه سيتا 1 ب 30 يبقى طلعت انا سيتا 1 ب 30 سي كده طلعت ب 30 يبقى انا طلعت دي ب 30. طب هعمل ايه بعد كده؟ هروح شغال على مين؟ على الاي قانون الاي. قانون الاي ده طالما طلعت سيتا 1 انت عندك الاي هتقدر تطلع الفاي 2 اللي داخل بيها فبالتالي انا عندي هنا الاي هتبقى ايكوال كام؟ عندنا هنا سيتا 1 بلس فاي 2
فانا بالتالي عندي الـ A بكام؟ الـ A عندنا هنا بـ 60 وطلعنا الـ C down بـ 30 وفي عندنا هنا مين؟ بلس الـ Phi 2 وهنا يبقى هنا الـ Phi 2 هنقدر نطلعه يبقى كده انا عندي هنا الـ Phi 2 هتطلع كام؟ كده هقدر اجيب الـ Phi 2 اعمل ماينس نطلع الـ Phi 2 بـ 30 يبقى انا كده جبت الـ Phi 2 طلعت 30 هنعمل ايه تاني؟ قال لي بقى ابدأ في الخروج اللي هو ده هناخد الجزء الثاني انت جبت الفاي 2 هتقدر تجيب الثيتا 2 هنكرر نفس الموضوع ثاني هرميه كده وعاملين كده ونقول له هنعمل ايه؟ هنخرج بقى الخروج هيبقى بالعكس يبقى ان بلس اف يبقى هنا عندك ان مين هنا عندك ان ايه؟ اف على ان بلس هيبقى ايكوال ساين الفاي برضه على ساين مين؟ الثيتا انت هنا خارج يبقى ده 2 اولاد حط هنا 2 حط هنا 2 ونفضل نعوض تاني في القانون اللي عندنا هنلاقي هنا ان 1 ان جلاس احنا قايلين روت 3 هنحسب بقى دي هتاخد هنا ساين الفاي 2 اللي جبناها اللي هي 30 على ساين ثيتا 2 ونبدا نعمل كروس مالتيبليكيشن بتاعنا ونطلع الثيتا 2 بمنتهى السهوله ما فيهاش ادنى مشكله بالنسبه لنا. دي كمان في مسألة ثالثة أو على البريزم. في كمان عندكم جاب لهم برضه هنا مسألة ظريفة بتوضح القانون بتاع سنيل وهو جاب لهم هنا إيه؟ زي جلاس بلوك كده وقال لهم إن في هنا ميرور يعني الجلاس بلوك ده محطوط على إيه؟ على ميرور كده يا ولاد هذه المراية هنا وفي عندنا لايت راي كده اللايت راي ده فول ويز انجل زي كده وهنقول هنا سقط بانجل مثلا 30 قال لهم هنا الانجل دي اللي سقط بيها في ب 30 وجاب لهم كمان الان هنا يا اولاد ان جلاس بصوا معايا كده روت 3 اقول تاني هو جايب هنا عندنا في نمبر 4 المساله رقم 4 دي تعالوا نشوفوا عايز ايه هو جاب لهم هنا في ميرور والميرور دي عليها جلاس بلوك اللي هو الاحمر ده موجود على الايه المرايه وفي عندنا لايت راي فول اون ذا جلاس بلوك يعني في لايت راي اهو سقط على الايه الجلاس بلوك وقال له ان هو ويز انجل سيرف طب انت عايز ايه؟ قال له انا عايزك تجيب لي مين؟ تجيب لي الامرجنس انجل فروم جلاس بلوك يعني هو عايز زاويه الخروج من الجلاس بلوك اللي هي الثيتا 2 تعال نشوف هتيجي ازاي دي اول حاجه انت لازم تفكر هو جاب الان جلاس بروت 3 وهنا داخل بانجل كام؟ الانجل اللي عندك هنا 30 فبالتالي هنعمل حركه هنا ظريفه جدا عشان نبقى عارفين هنحسبها ازاي فهروح جايين هنا كده نشوف هو ده داخل من فين؟ دي فاي يبقى لازم اجيب الثيتا تعالوا نجيب الثيتا فهو ده لما داخل من الاير للجلاس هيحصل له ايه هنا؟ قال لي هيقرب من النورمال فيقولوا ريفراكت نير تو ذا نورمال يبقى الانجل دي هتظهر وهي دي الثيتا اللي احنا عايزين نحسبها فهنطبق القانون بتاعنا ان انت عندك اير جلاس يبقى ايكوال ان جلاس على ان اير ايكوال نروح عاملين هنا كده ساين فاي اوفر ساين ثيتا نروح جايين هنا دول انت داخل فدول عندنا الايه ال1 اللي هم الدخول كده فبالتالي هنعمل ايه هنا؟ نروح جايين نعوض الكلام ده هنعمل سبستيتيوت ان جلاس عندي روت 3 كتبت روت 3 تحت 1 وعندنا كمان ساين الفاي هنا بكام؟ يبقى ساين 30 على كام تحت؟ على ساين ثيتا هنعمل بعد كده كروس مالتيبيكيشن انت عايز تجيب مين؟ تقدر تبدا على يبقى اقول له ساين ثيتا اللي هي طبعا 1 هتساوي اروح واخد ساين 30 اضربها في 1 على روت 3 ومن هنا هقدر طلع مين؟ ثيتا 1 اللي هي المفروض تطلع الصغيره دي. ولو احنا ممكن ايه؟ يعني لو خلينا الانجل تبقى اكبر تبقى احسن ممكن نغيرها تبقى ارقام اسهل او اسهل كمان نخليها ايه؟ 60 كمان خلينا القناه تبقى 60 يعني تبقى دي اصغر هتبقى اسهل لكم كمان الارقام نحلها تبقى هنا عندك دي 60 كده هنحط هنا 60 وهتطلع لك كده ثيتا 1 هتضرب 0
يبقى انا طلعت الانجل دي لسيرت، طلع دي كده كمان سيرت. طب وبعدين هروح جايين هنا بقى، نروح جايين نعمل ايه؟ طبعا نورمال، لان دي ميرور، هروح اعمل خط نورمال كده. طيب هنا عملت الزيت باينه جدا اهي، بصوا دي هتكون فيها كمان سيرت، يبقى هنا دي ميرور، طالما داخل في سيرت هيحصل له ريفراكتف سيرت برضه، يبقى ليها كمان هتكون سيرت، يبقى هنا بس هيحصل لها ايه؟ ميرور، هيحصل لها ريفلكت، فعملت ريفلكت بسيرت هي كمان. هيجي بقى تخرج، هنعمل نورمال كمان، هيجي بقى في الخروج يا ولاد الانجل دي كمان هتكون سيرت، لان برضه عند الزد ده موجوده، فهنشوف بقى هيخرج بكام. هو عايز دي هي الانجل اوف ايمرجن بتاعتك، دي ذات الخروج، هو عايزها كام؟ هنبدا نجيب الايه؟ الانجل دي هنعمل كده وهخلصها واقول لكم تاني بقى. هنجيب بقى الخروج يبقى ان متخارج، يبقى ان جلاس اير يبقى ايكوال، تاخد ان اير على ان جلاس ايكوال، هتاخد ساين فاي على ساين مين سيت، هنا تو بقى الخروج، فتبقى هنا تو ايكوال ان اير 1، ان جلاس عندك بكام؟ هو عاملها روت 3 ايكوال، هتروح عامل هنا ساين الفاي هنا اللي هو طالع بيها اللي هي كام؟ نص كده، لو احنا جينا تبقى باينه هنا اهي اللي هي السر اللي هي الانجل دي. فبالتالي هروح جايين كده وهنكتب هنا ساين كام؟ 30، وتحت هنا ساين سيتا 2، واحنا هنجيب سيتا 2 هنعمل برضه كروس مالتيبيكيشن، هنطلع ساين سيتا 2، هنقول له ساين السيتا 2 هتبقى ايكوال، هتاخده طبعا ساين ال 30 على روت 3، وبكده هتعمل شيفت ساين للكلام اللي هنا ده، هتطلع لك سيتا 2 بكام؟ وهتلاقيها 6. يبقى كده قدرت اجيب مين؟ قدرت اجيب الانجل اللي هي الانجل اوف ايمرجنس. هناخده تاني الاول، بصوا الفكره، هنعمل كده، هو جايب هنا عندنا اولاد لايت راي، اللايت راي ده بيسقط على مين؟ اللايت راي بتاعنا فول اون جلاس بلوك، احنا كبرناها هي باينه كلها كده على بعض اهي على البورد عندكم، هو هنا فول ويز انجل، احنا هنا خلينا الانجل 60، يبقى لو سقط الانجل 60 زي ما انتم شايفين المفروض يخرج ازاي؟ الانجل اهي، فبالتالي الانجل عندي 60، فطبعا هو جاي من فين لفين؟ جاي من الاير للجلاس، هيحصل له ريفراكت فهيقرب من النورمال، طالما قرب من النورمال هنحسب بقى السيتا 1 بكام؟ فقدرنا نطبق القانون بتاعنا اللي هو ان اير جلاس يبقى ايكوال ان جلاس على ان اير ايكوال ساين فاي على ساين سيتا، وبدانا نعوض فحطينا ان جلاس هنا فوت 3 ان اير 1 ايكوال ساين 60 على ساين سيتا، عملنا كروس مالتيبيكيشن بتاعنا طلعنا من هنا سيتا 1، وبعد كده هو هنا دخل بالشكل ده، يبقى الانجل دي هتساوي الانجل دي طبعا لان انا عملت الزد، طبعا هيحصل له بعد كده هنا ايه؟ دي مرايه تحت، دي ميرور، فطالما دي ميرور هتعمل ريفلكت، فعملت ريفلكت اهي، يبقى الانجل دي ايكوال انجل دي، وبعدين هتبقى برضه ايكوال دي كمان لان دي هنا عملت الزد باينه، هناخد بقى الجزء اللي هو هيخرج فيه، فدي تعتبر هنا الفاي، وهتعتبر دي هي الايه؟ السي اللي هي فاي 2 وهنا سيتا 2، وطبقنا القانون وقدرنا نجيب. بصوا كده لو حد محتاج اي حاجه في الجزء ده نشوف كده معاه ايه، معانا اربع خمس دقايق كده، اي حد عايز اي حاجه في الجزء اللي احنا قلناه ندفع عليه، ممكن المره الجايه او الخميس الجاي هكمل لكم باقي الايه الاجزاء بتاعت البريزم، لان البريزم طويل ومليان ومحتاج تركيز جدا. احنا كده ربطنا جزء في البريزم سواء كان قانون سنيل، وخدنا بعد كده جزء مسائل على الكريتيكال، كل ده على شابتر 2، وخدنا كمان حاجه على البريزم، فبرضه في جزء تاني هيربط الايه؟ البريزم ليه تكمله، فممكن ان شاء الله الخميس الجاي نكمل مع بعض المسائل التانيه برضه ايه المتنوعه على الاجزاء دي. اللي عايز حاجه بقى اشوف يرفع ايديه كده ولا حاجه؟ تمام يا ولاد، هنتقابل ان شاء الله الخميس الجاي وهنحل مع بعض تاني اسئله تانيه ان شاء الله. السلام عليكم.